انا مرت سامي غنيم مشادي. يوم ما فاتوا اليهود يوم الخميس على جنين زينا زي الناس يعني، سمعنا انه فاتوا على جنين يعني تقريبا 7:30 هيك ترمي المدارس بدها تطلع. الا هو الضابط برن علي بحكي لي بقول خلي اولادك يسلموا حالهن لانه احنا مشتبكين معهن محاصرين اولادك. انا كيف بدي اصل للاولاد؟ بعرفش وين هن الصراحه، ما بعرف وين هن يعني. حاولت ارن على تليفونات ما حداش رد علي. جيت نزلت على المخيم قلت بدي انزل واجرب يعني اشوف اي جيب يهود اي اشي اوقف عنده يعني ويدلني هو. وصلت عندهن وما قبلوش يعني، قالوا لي ارجعي. انتوا اتصلتوا علي انتوا ما رديوا، قالوا لي ارجعي. لما رجعت لهون يعني شوي صار الناس يعني اللي حوالي يقولوا في شهداء. ما عرفتش مين هن الشهداء، بعدين تخبروني انه اولادي شو اولادي. الحمد لله رب العالمين، كل الناس بتحبهم ما شاء الله عنهم، مرحين بمزحوا الكبير والصغير الحمد لله الكل بحبهم. نور عمره 23 سنة، كان حابب يتجوز يعني من فترة، بقول جوزوني وهيك يعني بحب. وكان يشتغل كل شيء بيشتغل عامل يعني شو بصح له، الحمد لله كان يشتغل نشيط وشاطر ما شاء الله عنه. ومحمد 34، محمد عنده صنعة يعني منيحة، كان يعني دهان وجاب صين وديكورات يعني ما شاء الله عنه. بقول الحمد لله رب العالمين وبكفي محبة الناس إلهم، كل الناس بتحبني يعني ما شفت حدا ذمهني بكلمة، كل الناس بكيت عليهم الحمد لله. يعني هني لما قصفوهن بالدار يعني لما قصفوا الدار حرقوها حرق يعني جريمة يعني بحياة الواحد ما شاف زي هيك جريمة، عم تتكرر هاي الجريمة كل فترة بيعملوها هاي الجريمة. حرقين الدار حرق يعني بقول لك الدار يعني شو الواحد بيحكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. يعني نور انا يعني ما تفاجأت انه نور منزل وصيه، ما حدا حكى لي على وصيه ولا شيء، حتى اولادي ما بعرف ما نزلوش وصيه يعني ما انطوني وصيه، بس انه نور كاين نزلين له انه في وصيه له. هني ما خلوني اقراها بس اني حاولت اني اشوفها، انه هو بحب الوطن وانه امه ما تبكي عليه وابوه ما يزعلش منه ولا امه، نسامح الله يسامحه. وهو اختار انه يروح عند ربنا هني قبل ما يستشهدوا بعشرة ايام، فاتوا على الدار اجوا وسالوا على الاولاد، قالوا يعني بيحكوا لي عد اولادك يعني شو بدي عد اولادي يعني عدت لي اولادي. هني وقفوا عند نور ومحمد واحمد، عرفنا ساعتها انه بدهن اياهم. هاي يعني اللحظه انا عرفت بهاي الفتره يعني انه بدهن اياهم.